الثانوية العامة، يعني بقى لنا 40 سنة الواحد من أول ما وقع الدنيا، وكل سنة فيها إضافة تعديل حذف يعني. طيب لو في طالب خلص امتحان الثانوية العامة ما عجبوش المجموع، بيضطر يعيد السنة علشان يجيب مجموع أكبر. في مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب إنه يسمحوا لطالب الثانوية العامة بعمل تحسين. طب إيه إزاي؟ كان في قبل كده نظام تحسين واتلغى يعني. ناخد تفاصيل أكتر من زميلتي مسؤولة ملف التعليم بالأهرام الأستاذة نيفين شحاتة. مساء الفل أستاذة نيفين. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني إيه تحسين في الثانوية العامة؟ هو حضرتك ده مقترح كان قدمه الوزير لمجلس النواب بخصوص إن ممكن يتم موضوع التحسين بس بصورة مختلفة عما كان يتم عليه في الماضي. يعني في الماضي كان الطالب في الثانوية العامة مثلا في المواد بتاعته ممكن إن هو يحسن في مادة أو اتنين، كان القانون بتاع الثانوية العامة في هذا الوقت بيسمح له بذلك. طبعا النظام ده اتلغى، ففي الوقت الحالي يعني كان الوزير طرح إنه ممكن يتم التحسين بإعادة السنة كاملة، بمعنى إن الطالب جاب مجموع، المجموع دوت ما يأهلهوش بالكلية اللي هو يرغب الالتحاق فيها، فيعني يعيد السنة مرة أخرى بحيث إن هو يقدر يحسن مجموعه، وطبعا دي بشرط إعادة السنة، ما يختارش مثلا مادة أو اتنين يحسن فيهم، لكن إعادة السنة في كافة المواد. طبعا يعني هذا الموضوع كان طرح للمناقشة في مجلس النواب وتم إعادة طرحه مرة أخرى، بحيث إن الثانوية العامة طبعا سنة مصيرية، بيبقى الطالب بيرغب في الالتحاق بكلية بين قوسين اللي احنا بنقول عليها كليات القمة، فبيتطلب مجموع معين، فممكن يكون حصلت له ظروف في السنة الأولى أو مثلا ما استوعبش المواد بالصورة الكاملة، فشايف نفسه إن هو لو قدر يعيد السنة مرة أخرى هيحسن مجموعه بصورة أفضل. وطبعا القانون الحالي للثانوية العامة لا يمكن هذا الأمر، يعني ما فيش إعادة للسنة طالما إن الطالب دخل امتحانات الثانوية العامة ونجح فيها لا يحق له إعادة السنة للتحسين. ولذلك المقترح بتاع الوزير اللي هو طرحه للمناقشة أو طرحه على مجلس. طيب التحسين هيتم في كل المواد لو الطالب عايز ولا بحد أقصى؟ يتم في كل المواد، يعني هو هيعيد السنة في كل المواد، مش هيعيدها في مادة أو اتنين كما كان يحدث في السابق يعني. يعني أنا خلصت الثانوية العامة هعيد السنة في مادتين أنا تحديدا عايزهم فقط، لكن مش في كل المواد. لا، هعيدهم في كل المواد. التحسين السابق اللي كان من منذ عدة سنوات هو اللي كان بيتيح للطالب الإعادة في مادة أو اتنين، يعني التحسين في مادة أو اتنين دون إعادة السنة، لكن المقترح الحديث أو اللي هو في الوقت الحالي إن يتم الإعادة للسنة كاملة في كافة المواد. طب ما ده موجود حاليا ولا أنا؟ لا دلوقتي لا، طالما ان الطالب القانون الحالي طالما ان الطالب ناجح في الثانويه العامه ودخل الامتحانات والنتيجه بتاعته ظهرت وناجح في الامتحانات كافه، مثلا مش عنده دور ثاني او عنده اعاده لماده او اثنين في الدور الثاني، فطالما ان هو ناجح لا يجوز له اعاده السنه، او طالما انه حتى ناجح بمادتين هيدخلهم الدور الثاني لا يحق له اعاده السنه مره اخرى. لكن النظام الحديث اللي الوزير بيطالب بيه او بينظر في مجلس النواب هو ان يتم التحسين باعاده السنه كامله. اشكرك استاذه نيفين شحاته مسؤوله ملف التعليم بالاهرام.